مسرح روماني بالمدينة التراثية بمدينة العالمين بيشهد بكرة الثلاث الموافق 30 يوليو حفل موسيقي مميز جدا بتقدمه الفرقة المصرية للموسيقى والغنى، وده ضمن فعاليات وزارة الثقافة بمهرجان العالمين الجديدة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. بخصوص هذا الحفل، يعني هو في الحقيقة بيحتفل بموسيقى الموسيقار الكبير بليغ حمدي، بيقدم أو الفرقة دي بتقدم باقة مميزة من أشهر ألحانه اللي تركت في الحقيقة بصمة عميقة في وجدان الجمهور العربي. مين فينا يعني ينسى التوبة، سواح، جانا الهوى، مالي، على الربابة، خسارة، زي العسل، على حزب وداد، الطير، المسافر، العدوية. كمان كان في أغاني كتير، عايزة أقول سيرة الحب أم كلثوم والعديد من الأغاني، ألف ليلة وليلة. أنا مش قادرة أقول قد إيه هو من الملحنين اللي قدموا باقة كبيرة جدا من الأغاني اللي عايشة في وجداننا لغاية النهاردة. مزيد حول هذا الحفل معنا المايسترو دكتور مازن دراز. يا مساء الفل عليك يا دكتور. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بيك. ويعني حفل مهم جدا جدا، بليغ حمدي هو اسم كبير أثر فينا كلنا. تحكي لنا أكتر عن كواليس التحضير للحفل المقرر ليه إن شاء الله أنه يبقى بكرة. الحقيقة طبعا إحنا سعداء بمشاركتنا في مهرجان العالمين، وإن إحنا بنقدم بإذن الله حفلنا عن الفنان بليغ حمدي. بنقدم يعني الروائع بتاعته، وحاولنا بقدر الإمكان ان احنا يعني نجيب الوان مختلفه، سيد عبد الحليم او محمد رشدي او لصباح، نجاه، ورده، بحيث ان احنا يعني طبعا حفل واحد الفنان بليغ حمدي صعب اكيد، يعني صعب جدا. وكمان احنا مدتنا كمان مش كبيره، فحاولنا بقدر الامكان ان احنا نلم بـ 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 بالوان من الوانه الكتيره الغنائيه يعني اللي هو قدمها. طب يعني لو تحرق لنا كده حاجه بسيطه وتقول لنا كم أغنية هتتلعب بكرة؟ احنا هنقدم حوالي 10 فقرات. حضرتك طبعا تفضلتي مشكورا، قلتي أجزاء كتير يعني من اللي هنقوله بإذن الله بكرة. افتتاحيتنا طبعا مع مزيكا أغنية التوبة. وهنقدم لعبد الحليم خسارة، هنقدم محمد رشدي عدوية، هنقدم للفنانة وردة مالي، وهنقدم برضو وطني زي عالربابة، في الفنانة صباح زي العسل، في هنقدم الطير المسافر. يعني ان شاء الله يعني بنحاول ان احنا نقدم الوان كتير يعني لألحانه. باقة كبيرة من ألحان بليغ حمدي. طبعا طبعا. في اي اغاني لأم كلثوم؟ والله هو بس لولا ان الوقت احنا بس محكومين بيه شويه، احنا طبعا كنا قدمنا يعني حتى ولو غنوه واحده لام كلثوم، بس الحقيقه احنا محكومين شويه بالوقت يعني. وان شاء الله ان شاء الله نحاول نعوض ده باذن الله في اللي جاي. يعني الاغاني اللي بليغ حمدي قدمها في الحقيقه خليني اقول تعيش للابد، يعني هي في الحقيقه عايشه لغايه النهارده، سواء الاغاني مع ورده اللي هي حققت نجاح كبير قوي، مع ام كلثوم يعني اجمل اغاني ام كلثوم هو اللي ملحنها، عبد الحليم حافظ، نجاة، صباح، وغيره وغيره. سبب ده ايه؟ يعني الابداع الكبير قوي اللي كان عنده ده سببه ايه؟ هو طبعا الفنان بليغ حمدي احنا لن يكفينا يعني ان احنا نتكلم عنه في مكالمه او مداخله تليفونيه، الموضوع طبعا كبير، هو قيمه كبيره قوي. وقمه من القمم بتاعتنا اللي احنا طبعا بنعتز بيها، واللي بتعبر عن فننا المصري يعني، وتراثه كمان متميز جدا جدا في الايقاعات وتنوعه فيها وفي المقامات كمان. موهبة طبعا عظيمة جدا، كبيرة جدا، يعني الوقت طبعا أقل بكتير من احنا نتكلم عنها. وبنحاول احنا بنحاول يعني حفلتنا ان شاء الله بإذن الله بكرة هي مجرد محاولة مننا لتخليد طبعا ذكراه ولتخليد أعماله وإن احنا نصيرها تاني من جديد يعني. بس ان شاء الله نجاح كبير قوي يا مايسترو، وتكسروا الدنيا، ويعني دي من الاغاني فعلا المصريين كلها بيحبوها، واكيد كل مرتادي المهرجان هيبقوا حابين ان هم يسمعوا اغاني طبعا بليغ حمدي. بنشكرك المايسترو دكتور مازن دراز، كل الشكر ليك.